مرحبا، كيف حالكم صف أول؟ هيا نتعلم سويا. Let's learn together. When I say مرحبا you have to say أهلا وسهلا. ما اسمك؟ أنا اسمي. And tell your name. ما مدرستك؟ مدرستي James Founders. ما صفك؟ صفي means which grade I am. So, صفي الأول, year one. كم عمرك؟ عمري 5 سنوات أو 6 سنوات, as you are, if you are 6 or 5. كيف حالكم؟ بخير معلمتي. هيا نقرأ سويا. ذخرة ذخرة. أذرة أذرة. أربة أربة. تبثة تبثة. ببرة دبرة. دجبة دجبة. جدبة جدبة. الآن هيا نكتب معا حرف الراء مع الحركات القصيرة. را ري را. Let's write it again. را ري. Let's make it رو. رو. را ري. and رو. أحسنتم. هيا نتعرف على مفرداتنا التي درسناها هذا الأسبوع. Our new vocabulary for this week. رمال. رمال means sand. شجرة. شجرة tree. بحر. What is the meaning of بحر؟ سي. أحسنتم. هيا نستخدم هذا وهذه مع هذه الكلمات. هذا means this for male. هذه means this for female. هذا بحر. هذا بحر. هذه شجرة. هذه رمال. أحسنتم. والآن هيا نكتب أشكال حرف الذال مع الحركات القصيرة. ذا ذي ذو. ذا ذي وذو. أحسنتم صف أول. هيا الآن نتعرف على مفردات جديدة لحرف الذال للأسبوع القادم. زهرة زهرة. جزر جزر. خرز خرز. هيا كرر معي. Repeat with me. زهرة زهرة. جزر جزر. خرز. هذا هذه. هذا جزر. هذه زهرة. هذا جزر. هذه زهرة. أنا أرى جزر. أنا أحب زهرة. اختر حرف الزاي بشكل صحيح. هنا أين يكون الزاي؟ آخر الكلمة ولكن منفصلة. جزر هنا وسط الكلمة, وهنا ذاي أول الكلمة ومنفصلة أيضا. الآن هيا نتعرف على مفردات هذا الأسبوع لموضوع حيواني المفضل. My favorite animal. What we have here. قطة. حصان. دجاجة. قطة.
حصان دجاجة، قطة حصان دجاجة. هذا حصاني، هذه قطة، هذه دجاجة. لا تنسى أن تتذكر مهمتك على موقع برافو برافو. Go to برافو برافو platform and take your stories over there. شكرا، مع السلامة.